اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل يا ربنا الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام، وعلى نعمة القيام، ولك الحمد على نعمة بلوغ رمضان. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أعز فيه دينك، وأظهر فيه كلمتك. اللهم انشر فيه علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم أنزل على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلم والسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما تفضلت علينا بإدراك أول ليالي رمضان، اللهم فمن علينا بإدراك آخره، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، فتغفر له ما تقدم من ذنبه يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم اغفر اللهم ذنوبنا، اغفر اللهم ذنوبنا، اغفر اللهم ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.